راه ملي الناس تيقولوا لا اله الا الله ما كندويش على اللفظ، كندوي على ديك ان تقولها كما قالها اهل الاستقامه، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه ديال الاحقاف، تتنزل عليهم الملائكه ولا تخافوا ولا تحزنوا، هذه ديال فصلت. قل امنت بالله ثم استقم. قل، علاش ابو جهل ما بغاش يقول لا اله الا الله؟ ملي قال ليه كلمه يا معشر قريش، كلمه تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم، ويكون او كما قال عيسى صلى الله عليه وسلم ويكون لكم الامر بعد ذلك. قال له ابو جهل وحياتك، اقسم بحياه النبي عليه الصلاه والسلام، قال لي وحياتك عشر كلمات لو اردت. قال لهم قولوا لا اله الا الله. قال اما هذه فلا. فاش دراتو يقول لا اله الا الله؟ لكنه يعلم مقتضيات والتبعات لا اله الا الله. كيعرف ان لا اله الا الله غتغير ليه النظام الاقتصادي، غتغير ليه النظام السياسي، غتغير ليه التركيبه الاجتماعيه، غتغير ليه العلاقات البشريه، غتغير ليه المعاهدات الدوليه، الى قال لك لا اله الا الله حقا وصدقا.